مرحلة عسكرية جديدة وعملية نوعية جديدة أيضا، هذه المرة تحمل اسم سهام الجنوب ووجهتها شبوة وأهدافها القضاء على التنظيمات الإرهابية ومن والاه. القوات الجنوبية المشتركة أعلنت انطلاق هذه العملية صباح اليوم السبت وبدعم مباشر من التحالف العربي لتطهير محافظة شبوة من الجماعات الإرهابية وبسط السيطرة على كافة أراضي المحافظة وإعادة الأمن والاستقرار للمواطنين. هذه القوات تستهدف تطهير المحافظة من التنظيمات الإرهابية المتواجدة في بعض المناطق الريفية بالمحافظة. إلى وادي سرع في عزلة المصينعة اتجهت القوات الجنوبية من قوات العمالقة ودفاع شبوة، وتمكنت من تحرير وتطهير عدد من القرى والأودية والشعاب من العناصر الإرهابية بعد أن داهمتها وحاصرتها من عدة اتجاهات ودحرتها من معاقلها التي كانت تتخذها أوكارا لتجمعاتها، حتى وصلت إلى شعب الطفة. واستطاعت القوات المتقدمة من قوات دفاع شبوة بقيادة قائد اللواء الثاني وجدي باعوم من محاصرة آخر الخلايا الإرهابية في المنطقة وتحرير السلسلة القبلية من جبال الكور الواقعة إداريا ضمن عزلة المصينعة. وتأتي هذه التطورات الميدانية بعد أن وصلت تعزيزات عسكرية كاملة العدة والعتاد إلى عتق عاصمة محافظة شبوة بهدف رفض القوات المشاركة في العملية. وكانت القوات المسلحة الجنوبية نفذت قبل أقل من شهر عملية عسكرية مماثلة أسمتها سهام الشرق بهدف تحرير محافظة أبين من الجماعات الإرهابية والعناصر الخارجة عن القانون. إذن عمليات سهام الجنوب وسهام الشرق تأتي في إطار مطاردة الإرهابيين والتخلص من أفعالهم الإرهابية في المحافظات الجنوبية وتوفير الأمن للمواطنين لكي ينعموا بحياة آمنة ومستقرة.